تتفضل تلميذة جرموز رميسة. تتفضل تلميذة جرموز رميسة إيمان. التلميذ يهوني أسامة. التلميذة أيت حسن قرايا. التلميذ يحيى شريف عبد الباسط. التلميذ بوراس إبراهيم. شكرا للوزير الأول. يتفضل مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم. سيد التلميذ جهري كمال. التلميذ شكير أسماء. شكرا للسيد مستشار رئيس الجمهورية. يتفضل الآن مستشار السيد عبد المجيد شيخي مستشار برئاسة الجمهورية لتسليم إجازة المدرسة للتلميذة زياني زهية. التلميذ فضلي وليد. شكرا. شكرا للمستشار رئيس الجمهورية. شكرا. يتفضل الآن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. شريط رضا. تلميذ شريط رضا. التلميذة مرعان أسماء. يتفضل السيد وزير الشؤون الخارجية لتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة للتلميذة محمودي نور الهدى. التلميذة بن جدو العالية. شكرا سيدي الوزير. يتفضل السيد وزير العدل حافظ الأختام لتسليم إجازة المدرسة للتلميذ بن عربة عبد السلام. التلميذ
شكرا سيدي الوزير. يتفضل السيد وزير المالية لتسليم جائزة المدرسة الوطنية للإدارة للتلميذة قرومي خديجة. شكرا سيد الوزير. يتفضل السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لتسليم إجازة المدرسة للتلميذة بن جدو العلي وكيل هندا. شكرا سيد الوزير. يتفضل السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف لتسليم إجازة المدرسة للتلميذة مولا هبة الله إلهام. شكرا سيدي. يتفضل الآن السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني لتسليم إجازة المدرسة للتلميذ فارس أمين. شكرا سيدي. يتفضل الآن السيد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة لتسليم جائزة المدرسة للتلميذة أمينة زواوي. شكرا سيد المدير. يتفضل السيد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لتسليم إجازة المدرسة للتلميذة بداوي أمينة. شكرا سيدي. يتفضل السيد والي ولاية الجزائر في تسليم إجازة المدرسة للتلميذة عبي زينة نور الهدى. شكرا سيدي الوالي. يتفضل السيد رئيس لجنة التخرج لتسليم إجازة المدرسة للتلميذة بريك فتيحة. شكرا سيدي. يتفضل السيد مدير الدراسات لتسليم إجازة المدرسة للتلميذة العويرة إيمان. شكرا سيدي المدير. يتفضل السيد مدير التربصات لتسليم إجازة المدرسة للتلميذة زنادي ليليا. بوزيدي نشيدة لتسليم إجازة المدرسة للتلميذة درويش رفيدة.
شكرا. إن الحديث عن